جزاكم الله خير. السائل من القصيم يقول: فضيلة الشيخ، أنا إمام مسجد، والدي والحمد لله وأحيانا يأتون إلينا أبناء عمي وبعض الشباب الذين يعرفونني، فإذا قمت بإمامتهم للصلاة تنطلق من ألسنتهم عبارات لا تطول الصلاة، أي يقصدون قراءة القرآن، بعضهم يقول يبحثنا بالصلاة، فأقوم بمعاندتهم وأقرأ من السور الطويلة سورة كاملة، فإذا انتهيت من الصلاة ونظرت إليهم أجد ما أجده من نظرات وعبارات في وجوههم، هل هذا عملي صحيح؟ هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف ولا الحاجة، فالإمام يراعي أحوال المأمومين فلا يطيل عليهم وينفرهم ولا يخفف الصلاة تخفيفا يصل بالصلاة، وإنما يتوسط. ولما كان بعض الصحابة يطيل الصلاة لأصحابه وشكوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، عاتب هذا الصحابي وقال: أفتان أنت؟ وقال: إن منكم منفرين، أيكم أما الناس فليخفف. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أيضا العبارات التي تصل من يقول ابن عمومة: لا تطول علينا في الصلاة، هو الذي سبب هذا، وهم ينهونه عن التطويل. نعم.